بعد 6 أيام من العمل من الإرهاق لابد من يوم أحد يفصل بين أسبوع وأسبوع، أسبوع مر علينا وأسبوع ما بنعرف شو مخبّلنا وشو حملنا. اليوم الأحد مرحبا، تحية من القلب لكل مشاهدينا وين ما كانوا. نحن معكم للمرة الثانية من الجولدن بيتش بأنتلياس لنقضي مع مجموعة من أهل الفن ساعتين من الزمن. رح يشاركونا البحر، رح يشاركونا العطلي، رح يشاركونا الصيف. زمان الصيف ما ينفع لداها تعبر القيمة، رغيف الشوق ما يشبع قليل الملح يا ضيمة. زمان الصيف ما ينفع لداها تعبر القيمة، رغيف الشوق ما يشبع قليل الملح يا ضيمة. زمان الصيف تعبر الغيمة، كلام الصيف ما ينفع نداها تعبر الغيمة، رغيف الشوق ما يشبع قليل الملح يا ضيمة. غمام الصيف غمام الصيف غمام الصيف ما ينفع نداها تعبر الغيمة. أغنية حلوة كتير، منرحب فيك بالأول ومنقدمها للمشاهدين لحتى نرحب فيهم اليوم الأحد. أهلا وسهلا فيك، كيف صحتك؟ كيفك انت؟ منيحة؟ اشتقنا لك. حاب الأكثر. الأحد بيحكوا أكثر من غير نهار، اليوم بدنا نحكي كثير نحن وياك. نحن حاضرين. بدك تخبرني بالأول وين عم تقضي أيامك، وين كنت، واليوم وينك لأنك عم تغيب كثير عن لبنان. نعم، كنت بدبي، كان عندي حفلات هونيك، وهلا هوني بلبنان، وبعد فترة قصيرة كتير ماشي على كندا وأمريكا للأراد. إن شاء الله دايما بيكون في مشاريع ودايما بيكون في شغل وتقدم. عبدو، بين هالسفرة والسفرة في نزلة على البحر، صار لك مجال السنة إنك تنزل على البحر أو بعد لحد هلأ؟ هي أول نزلة اليوم. يعني اليوم عم نتشمس سوا. يا عم نتشمس سوا. عادة بتحب البحر أو ما بيعني لك شيء؟ لا بالعكس، أنا مش البحر بس، الطبيعة حياتي وكل شيء بوقته. مثلا بالشتاء عندي صيد الطيور، وبالصيف عندي البحر. عرفت عبدو أنه رزقت ببنت. بنت. شو نعم. سميتها؟ سميتها بريجيت. تيمونا ببريجيت برضو؟ لا. تيمونا بأمي، أمي اسمها برجوت. بقى عكسنا الاي شوي صغير، يعني سميناها اسم شوي مودرن. ايه. كنت بتنتظر انه يجيك صبي او رحبت بالبنت مثل ما كان المفروض ترحب؟ صراحة بالبداية كنت حابب انه يجيني صبي، بس وقت استحقيتها، يعني ساعة اللي بتولد مدامتي ما عادش فرقانة معي، المهم تقوم بالسلامة والولد ما يكون بوشي، هذا أهم شيء كان عندي. بهالمناسبة شو بدك تقدم لزوجتك ولبنتك؟ الأغنية الثانية رح نقدمها نحن للمشاهدين بس رح نخصصها لزوجتك ولبنتك. شو بتقدم؟ نعم نعمين يا أبو قد الزين، من كلمات عاد الخطيب وألحينه. نعم نعمين يمدلل حد الهوى محلل، نعم نعمين يمدلل حد الهوى محلل، حبيبي نصيبي حبيبي نصيبي نصيبي من الهوى مدلل. نعم نعمين نعم نعمين يا بنت الزين، 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 يا بنت الزين،
ارجع لاجواء البيت ولاجواء العطله ولاجواء الاحد، بدي اعرف منك انت بتفضل عاده تقضي عطلتك مع عائلتك او بتفضل انك تكون لوحدك تكون لحالك؟ لا اكيد انا وعائلتي، وعاده الاحد بروح فيه على محل بعيد، يعني بطلع من المدينه وبحب الطبيعه كثير. يعني بفهم انه الاحد بتفضله بالجبل ما بتفضله على البحر؟ لا، كل ايام الجمعه بالصيف بقضيها على البحر ما عدا سبت واحد، لان في عجقه كثير وبهرب شوي من العجقه انا. يعني بعده عبده يغي بعد كذا سنه بالفن بيتضايق من نظرات المعجبين وملاحقه العيون لإله اذا وجد بمحل عام؟ لا بالعكس، هذا بفرحني وهذا بيزيدني فرحه زياده. لا بس بحبش العجقه كثير، انا بحب انزوي اكثر شيء بالطبيعه وقت اللي بدي اريح حالي، واذا كان عندي شيء لحن مثلا بدي لحنه، الطبيعه بتساعدني كثير. هوني على سيره الالحان، سمعنا قبل شوي نعم نعمين. نعم. من الحانك هالاغنيه. عبدو ياغي لحن ولحن الحان حلوه جدا ومميزه، اعطى لغير فنانين او بس الحانه لاله هو؟ هلا في مشروع ان اعطي لغيري، بس قبلا كلهم الي انا، كل الحين الي انا كانت. بتفكر عبدو انه معقول فنان اخر يؤدي لك لحن لك بنفس الاحساس اللي انت عم تأدي فيه لحنك؟ اكيد اذا حفظته منيح، او بالاحرى هو عنده المقدره يعني وصوته قادر، اي ليش لا بيقدر يأدي، لانه متى ما انعطى اندرس مزبوط اللحن مثل ما اعطي بينحفظ. هلا كم لحن صار عبدو ياغي واضع؟ صرت عامل 12 لحن. 12 لحن. نعم. غنيت لحن اظن انت واختك. نعم، هذا كان اول لحن لي، اكثر من حالي حبيتك، كان ديالوج انا واختي، حوار غنائي، كان اول لحن. بعدين كررت المسبحه مثل ما بقولوا، نعم نعمين، يا شايلنا من بالك، وحياة عينك ما بدي، غمامة صيف، من قلبك، هلا الأصول يا صبايا، إلى ما هنالك، وهلأ في شي جديد كمان. وكلها من أجمل أغنياتك. بدي كمان هون أسألك عن المسرح. نعم. اشتركت أو فينا نقول أخذت بطولة أكثر من مسرحية، وكانت مسرحيتك كلها مع الأستاذ روميو لحود، في سبب معين أو هيك بالصدفة؟ بالبداية كانت معرفتي فيه من خلال استوديو الفن، كان معنا كان باللجنة واخترني هو بين الرفقات اللي متعاون معي، وشافني كيف بتصرف على المسرح وكيف مسلكي على المسرح وكيف شغلي، اشتغل معي عدة، اشتغلنا نحن وياه عدة مسرحيات، وانا شخصيا ارتحت له كثير لانه استفدت عند الاستاذ روميو كثير كثير، والمسرح كان شيء جديد لي انا، وبتعرف جمهور المسرح غير جمهور الغنائي، يعني المسرح الغنائي على الحل. ماشي الحال، كان يعني تعاونه معه مثمر كثير الي انا، وعمل لي شعبيه ثانيه وقوينا على المسرح اكثر. طيب مع غير روميو لحود في استعداد لمسرحيات جديده او حاليا ما عم بتفكر بالمسرح؟ وقت كنت مع الاستاذ روميو اشتغلت عده مسرحيه، اشتغلت عده اعمال يعني مثل مسرحيه، اشتغلت مع الرحابنه، واشتغلت مثلت كمان مسلسلات، بس حاليا اعتذرت خلص. شو السبب؟ بعتذر عن شغل المسرح لانه شغله متعبه كثير، وما في بقى ما في طيق الحصر، انا الشغله بدها مجهود جسدي كبير كثير، وعطول بدك تضلك حاضره، والجمهور ما بيرحم، يعني على المسرح بدك تنسي كل همومك، وبتكوني حاضره كل يوم من الستة ل 12 بعد نص ليل، يعني لنص ليل، وكل يوم كل يوم كل يوم، وعندك متينه وسوري سبت واحد، وعندك بروفيت ثلاث اربع اشهر، وبعدين يمكن المسرحيه تدوم ست اشهر، يمكن تدوم سنه، كانك محبوسه يعني. يعني فيها اجهاد وفيها تعب كثير. فيها تعب كثير، وهنيئا اللي بيشتغل بالمسرح صراحه. بس انا يلي بلفت لي انتباهي انه ببدايه الطريق دائما بيكون كل مطرب عم يسعى لمسرحيه لاثبات موهبته اكثر، لان بيلاقي انه ما بيتوصل للنجوميه الفعليه الا من خلال المسرح الغنائي. مزبوط. وبعد فتره بس يحقق هالشيء هيدا بصير بده يرتاح، بصير بده يبعد عن الاشياء المتعبه، صحيح؟ انا فعلا ابتعدت عن التمثيل، بس انما في مشروع على اني انتج مسرحيه
اسمها عودة أدونيس للكاتب الأستاذ خزعل جميل يلي كتب لي أغلب أغنية اللي أنا إن شاء الله بالموسم الجاي من بعد ما تستقر الحالة هيك شوي صغيرة نفسيا نرتاح إن شاء الله إنه نعطي يعني ما اعتزلنا المسرح اعتزلت تمثيل إنما الإنتاج لا الإنتاج ومين أدونيس رح يكون من لوقتها نخليها لوقتها نخليها لوقتها بعدك صورة قلبي بعدك